نرحب ترحيب خاص بجميع الحاضرين في هذه القاعة وبجميع الذين المشاهدين أينما وجدتم، وذلك بواسطة التلفزيون أو الإنترنت. فأهلا وسهلا بالجميع إلى حلقة أخرى من بشرى السلام. إن إدارة شبكة لوما ليندا للبث LLBN تشكر جميع المشاهدين الذين يرفعون الصلوات والدعاء لأجل نجاح هذه البرامج ومساهماتهم المادية لتغطية جميع النفقات. نعيش في حقبة من الزمن مليئة بالأخبار السيئة من كوارث طبيعية واضطرابات وأوجاع. يخبرنا الكتاب المقدس إن الله يوعدنا أن النجاة من كل هذه المآسي هي في عودة المسيح يسوع ثانية إلى هذه الأرض وأخذ جميع المؤمنين به إلى الديار الأبدية، حيث السلام يسود المجتمع والمحبة تملأ جميع القلوب. دون الرسول بولس في رسالته إلى أهل فيليبي الأصحاح الرابع والعدد الثالث عشر الوعد القاطع، إذ قال: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. برنامجنا لهذه الحلقة مكون من الآتي: السيدة جودي نورثروب كان لها موسيقى الافتتاح، يلي ذلك ترنيمة الافتتاح لجوقة بشرى السلام ترنم حالا تعالوا إلى المسيح، ويلي ذلك الصلاة لإدمون ومقتطفات صحية للشاعر نسيم خوري. موسيقى خاصة يلي ذلك للسيدة جودي نورثروب، ثم قصة الأطفال للسيدة آيرين. القراءة من الكتاب المقدس الآنسة ساندي، ويلي ذلك الموضوع وهو المواعيد الثمينة والعظيمة للقس جبرائيل قطريب. ترنيمة الختام لجوقة بشرى السلام ترنم كنت في سجن الخطايا، ويلي ذلك الصلاة الختامية. نطلب من الله أن يبارك هذه الحلقة من بشرى السلام. Oh.
نحن رؤوسنا بالصلاة. أيها الآب السماوي المحب والعطوف، نقترب من عرش نعمتك بقلوب منكسرة، لأننا أخطأنا إليك وابتعدنا عنك وكسرنا وصاياك. نعترف بخطايانا وتقصيراتنا طالبين المغفرة والرحمة. أيها الآب الرحوم والمليء بالنعمة، اصفح يا رب عن كل معاصينا وزلاتنا، واعطنا قلوبا مفتوحة تجاهك والآخرين. ساعدنا يا الله أن نعمل الخير ونبتعد عن الشر. كن يا رب حارسا على أفواهنا كي لا نخطئ إليك ولا ننطق بأي كلمة تجرح أو تضر بالآخرين. ساعدنا يا الله لنحيا حياة التقوى وعمل الخير، مساعدة الضعفاء، مساندة الحزانة وزيارة المرضى. ندعوك يا إله المجد والكرامة أن تحل في وسطنا وتملأ هذا الاستوديو LLBN بروحك الطاهر، واجعل كل متكلم في هذه الحلقة من بشرى السلام واسطة في يدك لدفع عجلة الرحمة والمحبة لكل من نحتك بهم، كما نطلب بركة خاصة على القس جبرائيل إذ يفتح عيوننا وقلوبنا للمواعيد العظيمة والثمينة التي يردنا الله أن نتبارك بها. نطلب كل هذه باسم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، ولك المجد. آمين. الكلمة في هذا المساء بعنوان الثالوث المقدس. الحمد لله الصمد، أصل الأصول والعمد، الإبن ربا جاءنا درب الخلاص المعتمد، وروح قدس طاهر للقلب والروح سند، الآب والابن وروح الله قدوس أحد. كثيرون تتوزعهم الأفكار وتقلقهم الشكوك حول الطبيعة الإلهية والأقانيم الثلاثة. إن الله لم يطلب منا أن نؤمن دون أن يقدم لنا البينات، فالشهود والنصوص الموجودة في الكتاب المقدس متوافرة لدينا، فما علينا إلا أن نختار إما الإيمان وإما الشك. فمن يبغي الشك يجد ما يتعلل به، ومن أراد أن يؤمن فلا تعوزه البينة ولا ينقصه الدليل. ولكم هذه الحقائق عن قصة واقعية تقول أن عالما ملحدا أخذ ذات يوم يهزأ أمام سامعيه بعقيدة المسيحيين، ثم في سخرية التفت إلى أحد المؤمنين الحاضرين وسأله قائلا: كيف تفهم أن الثلاثة يكونون واحد والواحد يكون ثلاثة؟ وكان بجانب ذلك المسيحي شمعة مضيئة، أخذها وأجاب على سؤال العالم الملحد بسؤال قائلا: وهل تستطيع أنت أن تخبرني عن كيفية اشتعال هذه الشمعة؟ فأجاب الملحد: إن الأمر سهل جدا، إذ أن الشحم المادة الشمعية والفتيل والهواء، هذه الثلاثة اتحدت معا فأعطت هذا النور المنظور. وهنا رد المسيحي سائلا مرة أخرى: وهل يمكنك أن تفهم كيف أن الثلاثة المواد أعطت نورا واحدا؟ أجاب الملحد: لا، إنني لا أفهم كيف يحدث هذا مع تصديقي للأمر.
وهنا أجاب المسيح البسيط المملوء من روح الله قائلا بأمثال عدة، أولها السكر الأبيض الذي يستخرج من نبات قصب السكر. هذا السكر الحلو المذاق والمستخدم في عمليات التحلية يتكون من ثلاثة عناصر لا مذاق لها جميعا، وهي الأكسجين والهيدروجين والكربون. فكيف يمكن لعناصر ثلاثة عديمة المذاق أن تخرج لنا باتحادها السكر الشديد الحلاوة؟ ويزيد الأمر صعوبة في الفهم أن عنصرين منها بلا لون، وهما الأكسجين والهيدروجين، وثالثهما أسود وهو الكربون. فكيف يمكن لعنصر أسود اللون يتحد مع عنصرين عديما اللون لتخرج لنا في النهاية مادة بيضاء؟ ومثال آخر وهو الماء الذي يتكون من عنصرين وهما الهيدروجين والأكسجين، حيث نجد أحدهما يشتعل والآخر يساعد على الاشتعال، ولكنهما إذا اتحدا معا ينتج الماء الذي يستخدم في إطفاء ما هو مشتعل. ومثال ثالث هو الملح الذي لا يخلو منه طعامنا، نجد أنه يتكون من عنصري الكلور والصوديوم، وكلاهما سام إذا أخذ بمفرده، ولكنهما إذا اتحدا معا نتج الملح الذي يعطي مذاقا لما نأكله. إنه موجود في المعلبات المصنعة وفي معظم الأطعمة التي نتناولها يوميا. فإن كان هذا يا صديقي هو إعجاز الله في الطبيعة الغير عاقلة، فكم وكم يكون الأمر في ثالوث أقانيمه. إننا لو كنا نفهم وندرك كل ما يدركه الله لما فاقنا هو في شيء. فالشكر والحمد والمجد للآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين.
صديق ساهر. كان لساهر صديق وتعرف عليه وفرح معه وبدأ يلعب معه، وبدأ صديق ساهر يأخذه إلى أماكن غير جيدة. ماما قلقت عليه كثيرا، انتبهت إلى ما يحصل. وفي يوم من الأيام عاد ساهر إلى البيت، شكله غريب، وقال: ماما أنا تعبان أريد أن أنام. وفعلا ذهب ونام. ماما شمت منه رائحة غريبة وفتشت ثيابه، وجدت علبة دخان وبعض الحبوب. قلقت ماما كثيرا، ركعت عند سريره وصلت بدموع: يا رب إنك قد وعدت أن ترسل ملائكتك لتحرسنا لتكون معنا، أطلب منك أن ترسل ملاك الحارس لساهر ليحرسه ويكون حوله، وأن ترسل روحك القدوس ليتكلم في أفكاره ويعلمه الطريق الصحيح. أهديتني هذا الولد، فرحت به كثيرا، لا أريد أن أخسره. وشكرت يسوع وقامت وبدأت بتحضير أكلة كان يحبها كثيرا ساهر. حضرت الأكلة والسلطة وبعض المعجنات. نهض ساهر من نومه تعبان، صداع وغير مرتاح. قالت له: ماما قد أحضرت لك بعض الأكل الطيب يا ابني، اذهب غسل وجهك واشرب بعض الماء، وبعد ساعة كل شيء سيكون جاهز، وأيضا سأحكي لك قصة جميلة. ذهب ساهر وفعل كما قالت ماما. بعد ساعة أتى وإذا الطاولة مملوءة بالطعام الطيب والشهي الذي كان يحبه. جلسا معا، ماما صلت، شكرت الرب على الطعام وعلى ما يوفره لهم، وقالت: يا رب وعودك صادقة وأمينة، أرجو أن تحقق هذه الوعود. وباسم المسيح ختمت صلاتها. وثم قالت: تفضل يا ابني يا ساهر، كل الطعام الذي تحبه. لكن ساهر لم ينسى أن ماما قالت: سأحكي لك قصة. رد وقال: ماما رجاء أن احكي لي القصة التي قلت عنها. قالت ماما: كان هناك شاب أحب هذا الشاب الثعابين، وكان عندما يذهب إلى حديقة الحيوانات كان يراقب تلك الثعابين وينظر إليها بشغف، إلى ألوانها وجلودها وكل ذلك، وتمنى أن يكون له ثعبان. وفعلا بعد مدة حصل على ثعبان صغير، ربى هذا الثعبان وكان يتكلم معه، كان يعزف له بعض الموسيقى، كان يهتم به ويفرح معه. كبر الثعبان وصار طويلا وسمينا، ومدة من الزمن بدأ ينقطع عن الأكل، لم يأكل شيئا. يقدم له هذا الشاب الأكل والثعبان يرفض، لكنه كان يلعب معه، يلتف حوله ويعمل الحركات التي تعلم أن يعملها مع بعض. قلق هذا الشاب على الثعبان، كان يحبه كثيرا. أخذه إلى الطبيب وقال: أرجوك يا طبيب أن تعالج هذا الثعبان، يبدو أنه مريض. ذلك الطبيب كان لديه خبرة كبيرة بالثعابين. قال: لا يا ابني، هذا الثعبان ليس بالمريض، لكنه لديه فكرة، إنه يحاول أن يلتف حولك، إنه يحاول أن يجوع لكي يلتهمك في يوم من الأيام. قال: ماذا؟ قفز ذلك الشاب:
ماذا تقول يا دكتور؟ هل ممكن هذا؟ قال نعم يا ابني، هذه ثعابين وهذه طرقها بالتفكير ليست بالوفية للإنسان. خذها إلى حديقة الحيوانات وتبرع بها وتمتع برؤياها بين حين وآخر، لكن إياك أن تبقيها معك. وفعلا أخذ ذلك الثعبان إلى حديقة الحيوانات ولم يدخل بأي أذى. قال لها ساهر: ماما، ماذا نتعلم من هذه القصة؟ إنك لما تحكين لي قصة تقولين يجب أن نتعلم منها، ماذا تعلم من هذه القصة؟ قالت: يا ابني، صديقك يقودك إلى أشياء شريرة، لا أريدك أن تذهب إلى هذه المناطق، إلى هذه الأماكن، يعلمك أشياء غير جيدة، إنه يلتف حولك ويعلمك هذه الأشياء وإبليس سيبتلعك وستخسر حياتك مع يسوع. قفز ساهر وقال: ماذا يا ماما؟ نعم، إنه يأخذني إلى مناطق غير جيدة وأنا أرفض، ولكنه يقول: تعال تعال سنفرح مع بعض، لكن سأصلي أنا أيضاً ليكون الرب معي وملاكي الحارس يحفظني لأبتعد عن هذه الأماكن، وأصلي أيضاً من أجل صديقي لكي يعرف الرب ويبتعد هو أيضاً عن هذه. وعود الرب كثيرة، شكرت ماما طلبها و رد طلبها من الرب، جاوب طلبها سريعا، وإنه كان مع ابنها وتعلم أن يكون مع الرب. وعود الرب كثيرة، أحيانا كثيرة نمر في ضيقات ونستخدم هذه الوعود ونطلبها من خالقنا. أما القس جبرائيل فاليوم أيضا سيكلمنا عن هذه الوعود. مساء الخير. قراءتنا المقدسة مأخوذة من رسالة بطرس الثانية الأصحاح الأول والأعداد من 1-4. بطرس الثانية الأصحاح الأول الأعداد 1-4. سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله الذي إلى الذين نالوا معنا إيمانا ثمينا مساويا لنا ببر إلهنا والمخلص يسوع المسيح، لتكثر لكم النعمة والسلام بمعرفة الله ويسوع ربنا، كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة، للذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية، هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. آمين. كم مرة نسمع أناس يعاتبون بعضهم بعضا، لماذا وعدت ولم تفي بوعدك، أو لماذا وعدت ولم تفي بوعدك. كلنا منوقع بهالمشكلة والتجربة هاي. في قول شائع بيقول: وعد بلا وفا عداوة بلا سبب. وبعدين خاصة بالانتخابات اللي مرقنا فيها مرور عسير جدا، كم وعد هؤلاء بالحياة الأفضل وبالمستقبل الأفضل وبالبحبوحة والعيش الهني والسلام، يكاد يعدوننا بالجنة، ولكن بأكثر هذه الوعود لا يفون ولا يقدرون أن يفوا. كم مرة أيها الأعزاء وعدنا الله في بداية السنة وقلنا: يا رب، بدنا نحن نعيش حياة أحسن، بدنا نصلي، بدنا نساعد، بدنا نعمل كل شيء بمجد اسمك،
نعتني بصحتنا بحياتنا ونكون لطيفين ومحبين، خصوصي بعد المرض. يا رب إذا أنقذت حياتي هالمرة هاي أنا بدي أكرس حياتي أكثر. إذا وقعنا بكارثة، حادث سيارة، مرة هون شخص عاش وربي في بيت مسيحي وبعدين ابتعد عن المسيح كثير، صار فقير بالإيمان وبالمسيحية الحقيقية، لكنه صار غني بالفلوس. مرة عمل حادث مخيف، وسمعت إنه هو بالإسعاف، محل الإسعاف، إسعافات emergency room، وطبعا هو بيتوقع مني إني زوره وبيتوقعوا مني الآخرين إني زوره. وقت زرت هالشخص هيدا كان ملقى على ظهره بحال يأس وخوف واضطراب، وقال لي: يا قسيس، أنا إذا الله بيشفيني وبيساعدني أرجع لحياتي الطبيعية أنا بدي أرجع أروح على الكنيسة. قلت له: لك الله بيحبك يا فلان، بيحبك كثير وبيريد يخلصك، مو بس من هالحادثة هاي، خلصك من الموت وقادر يخلصك من التشويه، وأنت كثير وعدك جيد. يا أخوان، مع الأسف الإنسان هيدا بعد ما تعافى ورجع نسي، وذكرته أكثر من مرة، وهو قال لي: أنا وعدت. بدنا ننتبه كثير، وقت نوعد لازم نوفي. لماذا لا يفي الناس بوعدهم؟ لماذا؟ أولاً، وعد غير صادق وغير مخلص وغير صحيح، في مكابرة، تبجح، لضعف الإرادة، بحب لكن ما قدرت، عدم الاتكال على الله وطلب مساعدته. المؤمن إذا وعد وفى، وإذا أعطى كفى. هذا اخترعته، هذا المثل شوي اخترعته. مين وعد الله ووفى بوعده؟ عندكم شيء شخص بتفكروا فيه أو ما وفى بوعده؟ ماذا عن شعب بكامله؟ عندما الرب تكلم نزل إلى مستوى الإنسان الخاطئ وتكلم وأظهر مجده واهتمامه بالشعب وبخلاصهم، ليس من أرض العبودية من مصر، بل خلاص من الخطيئة. وتكلم الرب، وكان موسى هناك يقف بين الشعب وبين الله، وعندما سمع الشعب الرب يتكلم، والرعود والبروق والجبل والهزة الأرضية اللي كانت في ذلك المكان، الشعب خاف، وقالوا لموسى في خروج 19: كل ما قاله الرب نفعل. يا سلام شو هالوعد، وعد كتير ظاهر وقدام كل العالم، قدام موسى وقدام الرب. وبعدين شو عملوا؟ وفوا بوعدهم؟ أبدا، عبدوا العجل، أرادوا أن يرجعوا لمصر. وبعدين نعرف شو صار فيه. في كورنثوس الأولى الإصحاح العاشر بيقول: هودي، يعني قصة غريبة عجيبة جدا، إنه هودي بأكثرهم لم يصر الله. قال لي: يا أخوي، كيف إنه هودي؟ لازم نتعلم منه المثل.
لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا. ما يذكرنا نحن، ما يذكر المؤمنين بوقته عن هذاك الشعب اللي وعد الله واللي سمع صوت الرب واللي شافه، كان كل شيء ظاهر إنه الرب هو يتكلم معهم. وبعدين أكلوا طعاما روحيا وشربوا شرابا روحيا، لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت المسيح. أكثر من هيك الله بده يعلن ويبرهن عن وجوده ومساعدته للشعب. لكن بأكثرهم لم يصر الله، لأنهم طرحوا في القفر، ماتوا في القفر. ويا ليت نضلوا بمصر يأكلوا لحم. ويا أخ بيأكلوا أشياء يشبعوا، لكن ماتوا بالقفر. وبعدين خسروا أرض مصر وخسروا أرض الموعد. بعدين هان القديس بيقول نحن يا أخوان ولا نزني كما زنى أناس منهم فسقطوا في يوم واحد 23,000. لا نجرب المسيح كما جرب أيضا أناس منهم فأهلكتهم الحياة. ولا تتذمر، يعني إنذار إلنا نحن الذين تهت إلينا أواخر الدهور. هذا إنذار. في ناس كتير وعدوا الله وما وفوا، لكن في ناس كتير وعدوا الله وفوا. وأنا برجو نكون أنت وأنا واحد منهم. يوسف عندما كان في طريقه إلى مصر، عبد مباع، شو كيف عهد الله؟ وقت النظر إلى النجوم السماء تذكر بيه وجده، وبعدين قال يا رب أنا سأكون يا رب أنا أمين لك في مصر مهما حدث، لن أنكرك أبدا. والله باركه لأنه بالفعل. والفتيان دانيال ورفقاته، نحن عبيد هون لكن نحن عبيدك يا رب، ونحن بدنا نكون معك وانت بدنا تكون معنا نحن، وبدنا نتحدى الامبراطورية ونتحدى النار ونتحدى الأسود. والله وعدن والله أنقذن، ونحن كمان اليوم إلنا نفس الوعد. السؤال من هو وحده الصادق الأمين القادر على أن يفي ويتمم وعده؟ من هو؟ في أكثر من 800 وعد في الكتاب المقدس. الله يعد ويفي بوعده. وعد الشعوب، وعد الأفراد. تيقن، قال القديس بولس في رومي 4:21، تيقن أن ما وعد به هو قادر أن يفعله. هو قادر. أنا من أوقات ماني قادر أوفي بوعدي، وأنت كمان بعض الأحيان. في عبرانيين بيقول لنتمسك بإقرار الرجاء راسخا، لأن الذي وعد هو أمين. وبعدين القديس يعقوب الحقيقة قال كلمات حلوة جدا مشجعة لنا نحن هلأ بهالوقت. القديس يعقوب بالإصحاح الأول والعدد الثاني عشر، يعقوب الأول والعدد الثاني عشر بيقول صاح الأول والثاني عشر، لأنه بيقول هكذا الله يقول طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الأبدية الذي وعد به الرب للذين يحبونه. ينال إذا تزكى، إذا صبر، وإذا عاش حياة طاهرة. بعدين بالإصحاح الثاني والعدد الخامس، العدد الخامس كمان هم في وعد. اسمعوا يا أخوة الأحباء، أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت الذي وعد به للذين يحبونه؟
بنحب الرب نحن، هو أحبنا أولا. لذلك أيها الأعزاء، هو يستحق محبتنا أكثر من الأهل والأصدقاء والمال والعالم. وأيضا نقرأ في كورنثوس الثاني، مهما كانت مواعيد الله، كورنثوس الثاني الإصحاح الأول، فهو فيه النعم وفيه الآمين. يعني الآمين يعني سيحدث. في ترنيم حلوي نعرف، نرى في كلام الإله الصمد أساسا لإيماننا كالجبل، وليس مزيد على ما وعد لمن يلجؤون لذاك الحمل. يقول اطمئن فإني معك، وإني إلهك والعون بي، وإني أقويك كي أرفعك وأسند ضعفك مثل الأبي. ودادي رفيع الذرى لا يخيب، ويدريه شعبي لوقت الهرم. إذا زين الشيب صدغ الكهول، فحضني حماهم كراعي الغنم. فما خاب نيل ولا فما خاب نيل أمين ولا خاب من ليسوع استند. وإن قام يغزوه جند الجحيم، فلست بتاركه للأبد. نعم، هذا وعد الرب. السؤال، هذه المواعيد حتى نستطيع أن نتممها، ما هو المطلوب؟ الله يتمم وعده. في كورنثوس الثاني والأعداد والإصحاح السابع والعدد 1، فإذ لنا هذه المواعيد أيها الأحباء، كلمة الوعد دائما فيها أحباء، لنطهر ذواتنا من كل دنس الخطية، من خطية دنس الجسد والروح، مكملين القداسة في خوف الله، مكملين القداسة بخوف الله. لذلك لازم يكون عندنا هالشيء هيدا. هذه المواعيد العظمى والثمينة التي قرأتها الآنسة هي لنا أيها الأحباء، كما أن قدرته الإلهية ولاهوته وهبت لنا، قد وهبت لنا كل ما هو الحياة الأبدية والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة، اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي نصير شركاء الطبيعة الإلهية. هل يمكن لإنسان ضعيف خاطي مجرب أن يكون عنده الطبيعة الإلهية؟ نعم، بقوة الرب وبالولادة من الروح القدس، هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. وأيضا قال بطرس، يا سيد قد تركنا كل شيء، قد تركنا كل شيء وتبعناك. ماذا، شو، ما هو التعويض؟ نحن صيادين منعيش على كل يوم بيوم وعلى صيد السمك، وهلا نحن ماشيين معك. هو عيا بطرس كانت غايته هو أنه عمل لي مكان عن يمينك، مو يهوزة، كان صراع كبير مين بده يكون هو بالمركز الأول. قال إن من ترك من أجلي أبا أو أما أو إخوة أو أخوات أو مزارع أو بيوت بده يأخذ 100 ضعف، وبعدين شو بده يأخذ؟ الحياة الأبدية، هذا الأهم. الحقيقة بطرس نفسه قال له ليسوع، بطرس يعني قال له لو كل تركوا أنا ما بتركك. هذا كان وعد. شو صار معه وقت الإجراء التجربي؟ شو صار فيه؟ نكر المسيح. وين وعدك يا أخ بطرس؟ وين وعدك؟ السؤال أيها الأعزاء، بالوصايا 10 كان في وصية فيها وعد،
بدي اختبر انا معرفتكم شوي. كان في وصيه بالكتاب المقدس فيها وعد، طبعا بدي تقولوا لي هي وصيه الخامسه، بتقول طبعا نقراها في الكتاب المقدس في الاصحاح العشرين من سفر الخروج، بيقول هذه وصيه كثير كثير مهمه، هي الاولى في الوصايا الست بين الانسان والله، اكرم اباك وامك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. أين أرض هيدي؟ الله وعدهم بالأرض، أرض الموعد، أرض الموعد، وعدهم إذا كانوا مطيعين. هالوعد هيدا إذا بتكرموا أهلكم بتدخلوا أرض الموعد، لكن الحقيقة هنا يقصد أيضاً الأرض الجديدة. وهل يا ترى هني مثل ما قرينا بكورنثوس إنه كيف هني شربوا شرابا روحيا وأكلوا الطعام الخبز السماء وبعدين كانوا يشربون من صخرة تبعتهم وكانت الصخرة هي المسيح، بعدين هودي ما ورثوا الأرض، أرض الموعد ما ورثوها؟ ليش؟ لأن ما طاعوا. لذلك وعدهم الرب إذا بيطيعوا أهلهم وبيطيعوا، لا طاعوا أهلهم ولا طاعوا. في كمان القديس بولس قالنا أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب لأن هذا هو وعد، هذه وصية وعد أكيد وعد. نحن عايشين يا أخوان بعصر تمرد الأولاد على والديهم. في تيموثاوس الثاني إصحاح الثالث بيقول أعلم أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة. من جملة الأشياء محبين لأنفسهم للمال متعظمين مستكبرين مجدفين غير طائعين لولديهم. لكن طائعين لمن؟ طائعين للشهوات، طائعين للعادات القبيحة، طائعين لملذات العالم. هذا هو في وصية تانية يا أخوان بالوصايا العشر فيها وعد. مين بيتذكرها؟ الوصية اللي بتقول نعم؟ Good for you. آمين شكرا. هكذا قال الرب. بحب كثير هذه هالآيات الحلوة. هكذا قال الرب احفظوا الحق واجروا العدل لأنه قريب مجيئي. طوبى للإنسان، طوبى للإنسان الذي يفعل هذا، والابن الإنسان الذي يتمسك به الحافظ السبت لئلا ينجسه والحافظ يده من كل عمل شر. ليه يا رب مركز كتير على السبت في وصايا عشرة؟ ليه؟ ها وكمان بدنا نقرأ هون، نقرأ إسا كمان آيات. فلا يتكلم ابن الغريب الذي اقترب بالرب قائلا إفرازا أفرزني الرب من شعبي. هون يا أخوان في قصة الخصي، الخصيان هؤلاء اللي كانوا يا حرام مزلولين، كانوا مزلولين جدا محتقرين. هؤلاء كانوا مثل العبيد، العبيد اللي ما ألن مكانه. الله وعدهم لهؤلاء بيقول هودي بدو الله. هكذا قال الرب للخصيان الذين يحفظون سبوتي ويختارون مسرتي ويتمسكون بعهدي أني أعطيهم في بيتي وفي أسوار مدينتي نصيبا واسما أفضل من البنين والبنات. يعني هودي المنبوذين المحتقرين الله بده يعطيهم مكان عظيم لأنهم بيحفظوا من السبت يوم الرب. بعدين في محل تاني ب58 بيقول إن رددت عن السبت رجلك عن عمل مسرتك يوم قدسي وجعلت السبت لذة ومقدس الرب مكرما وأكرمته عن عمل طرقك وعن
فإنك تتلذذ بالرب وأركبك على مرتفعات الأرض و لأن فم الرب قد تكلم وأكرمت وأكرمته من عمل طرقك وعن إيجاد مسرتك والتكلم بكلامك، فإنك حينئذ تتلذذ بالرب وأركبك على مرتفعات الأرض. مرتفعات الأرض وأطعمك ميراث يعقوب أبيك لأن فم الرب قد تكلم. هذه الوعود أيها الأعزاء، هذه الوعود للذين يحفظون السبت. نحن ما بنحفظ السبت لأنه إبراهيم حفظه أو موسى أو اليهود، نحن بنحفظ لأنه يوم الرب يوم المسيح لأن يسوع حفظه. نحن ما بنحفظ يوم السبت لكي نخلص، نحن لأننا خلصنا بدم المسيح نحفظ وصاياه ونطيعها. أيها الأعزاء، نحن كمان بدنا عنا وعد إنه يسوع بده يخلصنا. وقت اللي آدم وحواء أخطأوا وطردوا من الجنة، الله وعدهم فورا. هيدا الخروف، هيدا علامة الوعد، هذا الخروف بيدل على أنه يوما ما نسل المرأة، أنت المرأة التي أخطأت أولا، نسلك سيسحق رأس الحي وبده يكون لك خلاص. هيدا وبعدين من يقدر أن يخلص إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين لكي يشفع فيهم. الآن قد صار خلاص لهذا البيت. يا سيد ماذا أفعل لكي أخلص؟ لبولس وسيلة عندما كان في السجن، رئيس السجن، آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك. هذا وعد، وبالفعل خلص وآمن وتعمد بالملكوت. هذه الآيات الحلوة الأخيرة بدنا نقراها أيها الأعزاء، بدنا نقرأ الآيات اللي بتقول في بطرس الثاني 1:3، بطرس الثاني 1 والعدد الثالث بيقول: الذي لم يشفق على العالم القديم إذ رمد مدينتي سدوم وعمورة وبعدين حكم عليهما بالانقلاب. وبعدين بنشوف هون في بطرس الثاني والعدد الإصحاح الأول والعدد مثل ما قريناها قدرته الإلهية ولاهوته، أنهم بعدين بيقول هون آيات رائعة جدا في بطرس الثاني، بيقول: لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك الناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة، فيما أن هذه كلة الحياة أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السموات بضجيج وتنحل العناصر المحترقة وتحترق الأرض، ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر. حسب وعده أيها الأعزاء ننتظر سموات جديدة وأرض جديدة يسكن. لذلك أيها الأحبة، إذا أنتم منتظرون هذه كلها اجتهدوا لكي توجدوا عنده بلا دنس ولا عيب في سلام. أمين. نحن يا أخوان مواعيد الله الصادقة، ولازم نحن وعدناه وتعهدنا أن نعبده ونخدمه ونعمل مشيئته حتى نقدر نكون مستعدين لننال المواعيد، الأرض الجديدة التي لم يدخلها هذا الشعب، لكن شعب الرب بدأ يدخل الأرض الجديدة حيث لا حزن ولا حرب ولا بكاء ولا موت فيما بعد. آمين.
نصلي. شكرا يا إلهنا لأن وعدك صادق وأمين وثابت. أما نحن فكبشر ضعفاء، كثيرا ما نعد ونتعهد ولكننا نفشل. سامحنا على أننا نخسنا بوعدنا. نشكرك لأنك وعدت تلاميذك بالروح القدس، موعد الآب. نحن بحاجة لهذا الروح القدس اليوم أكثر من أي وقت مضى. فأعطينا يا إلهنا لكي نمتلئ من هذا الروح، لأننا نريد أن نعرف مشيئتك، لأننا نريد أن نعرف ما تريد أن نفعل. ساعدنا ونحن كلنا ثقة بأنك تفي وعدك لنا. نشكرك لأنك وعدتنا بالخلاص بيسوع المسيح وقد تمم الخلاص لنا. نشكرك لأنك وعدتنا بالحياة الأبدية ونحن واثقون ومنتظرون بشوق وصبر وإيمان مجيء الرب لأنه قد اقترب. فأعطينا أن نكون حكماء وساهرين لكي نعرف ما يحدث حولنا في هذا العالم الخطير المضطرب. شكرا يا إلهنا من أجل إرشاد الروح القدس لنا ولجميع المشاهدين. نطلب هذا باسم يسوع، آمين.